في حول المجتمع الآن، انتفض سكان بوشبوك بدير إبراهيم ليلة أمس ضد الأفارقة، مطالبين السلطات بترحيلهم في أقرب وقت. متابع في الموضوع مع إسماعيل محبوب وسيد أحمد هديبل. ليلة رعب عاشها سكان حي بوشبوك بدال إبراهيم بالعاصمة بعد نشوب شجار عنيف بين أبناء الحي وأفارقة، والسبب خلاف بين هؤلاء الآخرين أدى إلى سب وشتم ما أثار سخط السكان الذين دخلوا معهم في مناوشات استعملت فيها أنواع من الأسلحة البيضاء. مشاكل العام خويا، دعارة، فوبية، شراب خويا، لا شن هنا يا خويا، بار تحت الحفلات بزاف خويا. جينا نديفوندي على الحومات، حامولي في ربعه واحد ضربني بكلونداري، هذه هي هاي ليك. البارح صرات هكذاك بيناتهم يتضاربوا، وبالكلام اللي ما تقدرش تسمعوهم فامي، الجيران خرجوا، كي خرجوا دوروها مع الجيران، ولاو يضربوا مع الجيران. انا يا بيت في السبيطار خويا، نقسم لك بالله غير بيت في السبيطار بالسيروم داكور، نوتر كارتي توندونجي كما قالك السيد ولادنا. أفارقة اقتحموا فيلا واستغلوها منذ أمد بعيد بلا حسيب ولا رقيب. اتصلنا بعدها برئيس بلدية دال إبراهيم لنستفسر عن كيفية استغلال هؤلاء مساكن دون وجه حق. أتوا من القارة السمراء ليحطوا رحالهم في الجزائر، وبدل البحث عن لقمة عيش هاهم اليوم يشاركون في تنغيص الحياة على سكان هذه المناطق.